مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامجنا تكنولوجيا بلدنا. من خلال برنامجنا تكنولوجيا بلدنا نصطحب حضراتكم لجولة سريعة نتعرف من خلالها عن أهم ما توصلت إليه الهندسة الزراعية من تكنولوجيا ومعدات زراعية حديثة تخدم هذا القطاع، القطاع العريق، قطاع الزراعة المصرية. تعالوا مع بعض نبدأ جولتنا النهاردة وأولى حلقتنا من معهد بحوث الهندسة الزراعية. مشاهدينا زي ما وعدنا حضراتكم ان من خلال برنامج تكنولوجيا بلدنا نلقي الضوء ونستعرض لحضراتكم اهم ما توصلت اليها الهندسه الزراعيه من الات وتكنولوجيا حديثه تخدم قطاع الزراعه بصفه عامه. عشان كده لقانا دلوقتي مع دكتور عصام الدين واصف مدير معهد الهندسه الزراعيه. دكتور عصام برحب بحضرتك يا فندم على شاشه مصر الزراعيه. اهلا بك. دكتور عصام في البدايه خلينا نستعرض الدور الذي يقوم به معهد الهندسه الزراعيه واهم المراحل التي مر بها منذ نشاته ولحد ما توصل اليه الان. انشئ معهد بحوث الهندسه الزراعيه عام 77 بمسمى معهد الميكنه الزراعيه، وكان في ذلك الوقت الاهتمام بالات ومعدات خدمه الارض زي العزاءات وزي المحاريت والقصبيات، وكان بيحدث تطوير في هذه الالات. بعد كده تم نتيجة للتطور الآلات والمعدات وتطور زراعة أو الآلات لخدمة المحصول المزروع، تم تغيير اسم المعهد إلى معهد بحوث الزراعة الآلية لمواكبة زراعة بالسطارات وبآلات الزراعة والحصاد بالكومباينات سواء القمح أو الرز، وده كان في 92. تم تغييره المرة الثالثة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية عشان يشمل ما بين ميكنة وما بين ري. هذا المعهد له 6 أقسام بحثية، هو قسم بحوث القوى والطاقة، قسم بحوث هندسة العمليات الزراعية، قسم بحوث ميكنة تداول المحاصيل الزراعية، وأيضا قسم بحوث الري والصرف الحقل، قسم بحوث أيضا اللي هو تكنولوجيا الحيوية. هذه الأقسام بتقوم ب إجراء البحوث التطبيقية اللي بتحل مشكلة من مشاكل الميكنة سواء المزارع الصغير أو الكبير في التطوير، في إجراء بعض التجارب على الآلات لتناسب الظروف المصرية، وبالتالي فيها كلها بحوث قد يكون منها القابل للتطبيق بنحاول نطبقه، ودي بتحل لي كتير من المشاكل اللي بتقابلنا في ميكنة العمليات الزراعية. ايضا دكتور عصام نريد ان نلقي الضوء على الدور الذي يقوم به المعهد في خدمه قطاع الزراعه بصفه عامه من ماده من اجهزه والات تكنولوجيا حديثه تخدم هذا القطاع. النهارده احنا بنطور العمليه الزراعيه نفسها. تطوير العمليه الزراعيه الهدف منها انه زياده الانتاج، بس عن طريق العمليه تكون جيده، عن طريق انسب عمليه مناسبه بتبقى. احنا طبعا المعهد يملك وحده تكنولوجيا الزراعه الاليه، هذه الوحده لها معدات والات بنأجرها للمزارع. الايجار بيكون اقل جدا من تكلفه القطاع الخاص، وده احنا لا نهدف للربح، وبالتالي فهي بنقدم خدمه لابد ان تكون خدمه جيده. اذا كان في الاول كان انتشار ميكنه، النهارده احنا بنختار انسب الالات والمعدات للمحاصيل الزراعيه. في نفس الوقت بندور على الخدمه نفسها انها تكون اقل تكلفه ممكن عشان دي تعود على الفلاح، وده دور المعهد وهدف المعهد. زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ان المعهد يقوم بعمل الكثير من الدراسات حول الالات والصناعات الحديثه. عايز حضرتك تقيل الضوء على اهم هذه الصناعات والالات وايضا بروتوكولات التعاون الذي يمضيها المعهد ويتعاون معها مع الجهات المختصه والجهات المعنيه الاخرى. من ضمن نشاط المعهد ان احنا بنطور في المعدات والالات مع القطاع الخاص او مع الجهات الاخرى. على سبيل المثال احنا النهارده مع اكاديميه البحث العلمي في تمويل لعمل صوامع افقيه هتكون ليست بديله للصوامع الرأسيه لكنها جنبا الى جنب مع الصوامع الرأسيه في عمليه تخزين القمح. النهارده بنعمل تصنيع قطع غيار للالات والمعدات الزراعيه بدل من استيرادها، وبالتالي بوفر عمله صعبه، وده بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات. ايضا هناك بروتوكول تعاون ايضا مع الصين، وده برضو للصغار الباحثين، فانا بطور برضو تنميه قدرات، ودول هيبقوا النواه الرئيسيه بعد كده في تطوير او قطاع الهندسه الزراعيه في مصر.
كمان حضرتك يهمني يعني اهم ما توصل اليه المعهد من الات حديثه وتكنولوجيا حديثه تخدم هذا القطاع بصفه عامه. حضرتك تفضلت وذكرت ان هناك الكثير من الالات، اريد ان حضرتك ان تلقي لي الضوء على اهم هذه الالات الموجوده الان بالمعهد. انا عندي النهارده في باحث في المعهد النهارده قدر يحصل على الجائزه الاولى في جائزه عالميه في انتاج او عمل مكنه لمكافحه سوسه النخيل، ودي بكفاءه 100% وقدرنا نصنع اكتر من 25 جهاز لمكافحه سوسه النخيل. ايضا في مكن اللي هو قدرنا نصمم بدل ما يبقى سطاره، السطاره دي اللي هي بتسطر القمح، وفي مكن زراعه اللي هو بيزرع الحبوب، قدرنا نعمل ندمج المكنتين في بعض في عمليه واحده، انها ممكن تستخدم ستاره وممكن تستخدم بلانطه، وبالتالي انا بقلل التكلفه. النهارده بنقوم ايضا بعمليه المكن الكومبوست، النهارده بنصنع او المعهد كان له سابقه ايضا في انتاج مكن لعمليه التقليب، وايضا عمليه تجميع اسف لعمليه التقليب الكومبوست، يعني التقطيع وتقليب الكومبوست. بما ان حلقتنا النهارده دكتور صام بنتكلم فيها عن اهم التكنولوجيا الخاصه بنظم الري، عايزين نتكلم عن اهم الالات الحديثه والتكنولوجيا الخاصه بنظام الري السطحي هنا. في الحقيقه هو المعهد بيملك معمل لاختبار انظمه الري الحقل، وده اللي يمكن الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي عندنا هذا المعمل، وده حصل على شهاده الايزو. معمل ايضا بيختبر الجودة، يعني يمكن ده جزء من المشروع القومي لتطوير الري السطحي، احنا جزء فيه بنقوم بعملية اختبارات الجودة للمواسير والمحابس، وقدرنا نطور من المحابس الموجودة دلوقتي في هذا المشروع من خلال المعهد عشان نحصل على أعلى جودة للمحابس المستخدمة. المعمل بيقوم أيضا بعملية اختبار للمواسير والخراطيم والنقطات والرشاشات اللي بتستورد من خارج جمهورية مصر العربية، وبالتالي بقدر أوصل للمعايير القياسية اللي أقدر أنزلها السوق المصري، فبالتالي أي مستورد بيستورد هذه الخامات بيجيبها لنا وبنختبرها له وبنديله شهادة يقدر يسوقها في السوق المحلي. دكتور عصام، بما ان حضرتك مدير معهد الهندسه الزراعيه، ما هي الاهداف اللي حضرتك وضعها للمعهد فيما بعد، واهم الخطوات التي ترجو ان تصل اليها في اقرب وقت ممكن؟ انا يهمني اول التطوير الباحث نفسه، يعني دي من ضمن يمكن يعني دي اولويات المعهد وانشطته، او من ضمن وظيفه المعهد واهدافه. اولا يمكن انا في خلال المرحله اللي فاتت، ودي بتعليمات من معالي الوزير، ان احنا نهتم بشباب الخريجين ونهتم بالباحثين، فقدرنا قابلنا حوالي اكتر من 96 باحث صغير او من شباب الخريجين واللي حاصلين على ماجستير ودكتوراه وتم تعيينهم في المعهد. دول بياخدوا مننا دورات تدريبيه ارشاديه، بنقدر نثقفهم من الناحية البحثية، بنشركهم في البحوث، وبالتالي دي جزء لا يتجزأ من هدف المعهد، ان انت تطلع باحث يقدر يقوم بتجربة بحثية تفيد المعهد. تاني حاجة المعدات والآلات، يعني انا يهمني جدا ان انا المعدة اللي بستورد من بره بعمل لها اختيار في الاول، وبعدين بيجري عليها بعض التجارب وبنعمل عليها بعض التعديلات لو طلبت، يعني على اساس انها تناسب الظروف المصريه. اذا المعهد يهتم بشقين، الجانب البحثي وهو الخاص بالباحثين، وايضا الجانب الخاص بالالات والتكنولوجيا الحديثه. كيف يتم الاندماج ما بين هذين الشقين الذي يعتبران وجهان لعمله واحده؟ بالظبط كده، يعني انا كل سنه بيبقى في دورات تدريبيه مش للباحثين اللي عندي في المعهد، بل بيجي لي من طلبة كليات الزراعة أثناء الدورات الصيفية، بيجوا يتدربوا عندي على كيفية اختبار وتصميم وتركيبات شبكات الري بالرش والتنميط، وده المعمل بيقوم بالتدريب والإرشاد في مجال الري. نتمنى مزيد من التوفيق لمعهد بحوث الهندسة الزراعية. بشكرك جدا الدكتور عصام الدين واصف، مدير معهد الهندسة الزراعية، شكرا جزيلا يا فندم وشرفتنا. العفو فندم، شكرا. العفو.
مشاهدينا، نحن الآن داخل المعمل القومي لاختبار مكونات شبكات الري. هنتعرف دلوقتي عن الدور اللي بيقوم به هذا المعمل مع الدكتور مجدي توفيق، رئيس قسم بحوث هندسة الري والصرف بمعهد بحوث الهندسة الزراعية. دكتور مجدي، برحب بحضرتك يا فندم. حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بداية اتكلمنا عن الدور اللي بيقوم به هذا المعمل وأهم الاختبارات التي تجرى على شبكات الري هنا بهذا المعمل. اهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه بس انا عايز اقول ان المعمل انشئ سنه 96، واحنا بدانا بتجهيزه بحوض وبتجهيز اللي هو الاوت اوتلت بتاعه الميه، وسنه 99 المعهد عمل بروتوكول وفعله مع معهد سيميجراف في مرسيليا في فرنسا، واحضرنا احدث 4 اجهزه لاختبار النقطات واختبار انسداد النقطات واختبار الضغوط واختبار فائض بالاحتكاك، وتعاوننا فيه مع الشركات العامله في مصر. بنختبر فيه جميع مكونات شبكات الري، من اول الطلمبه، المواسير، الخراطيم، الرشاشات، النقطات، جميع انواع الخراطيم، كل الفيتنج اللي موجوده في الشبكه للشركات العامله في مصر، بحيث ان احنا نقدر نديها الريكومنديشن والتوصيات الفنيه للتشغيل اذا كانت تصلح او عايز التعديل، ونقدر نفيدها كمان في التعديلات ان احنا نقول لها عايز تعديل كذا عشان تقدر تكمل ان شاء الله. دكتور مجدي، يمكن احنا بنحرص من خلال هذه الحلقة ان نلقي الضوء على اهم ما توصلت اليها التكنولوجيا الزراعية في نظم الري هنا بالمعمل. اهم نظم الري الحديثة المتواجدة واللي بننصح بها اخواننا المزارعين وما يستخدموها، تقول لهم يا فندم؟ هو احنا طبعا نظرا ان احنا الظروف بتاعتنا، ان احنا دلوقتي بقى عندنا، او احنا عندنا من زمان، ان احنا طبعا عندنا حصه الفرد دلوقتي اقل من 700 متر مكعب في السنه، فاحنا في حد خط الفقر المائي، فاحنا مجبرين ان احنا ننفذ تكنولوجيا حديثه في استخدام نظم الري في الاراضي القديمه والاراضي الجديده، وعليه لازم يكون عندنا مكونات ري ذات جوده عاليه وتكون اندر كواليتي كنترول. وبالتالي احنا هنا كل الشركات اللي بتصنع عندنا، وفي قرار بالكلام ده ان كل الشركات اللي بتصنع المفروض تعمل اختبارات عندنا هنا طبقا للمواصفات الدوليه للمعامل، وطبقا للمواصفات الدوليه لكل مكون من مكونات شبكات الري، كل مكون ليه مواصفه للاختبار. اوكي، وعليه احنا طبعا دلوقتي عاملين بدور كبير وبنساهم بصفه كبيره في تطوير مشاريع الري في مصر، سواء في الاراضي القديمه وفي الاراضي الجديده. دكتور، حضرتك كما ذكرت ان مع قلة النسبة الخاصة بمياه الري يستلزم ذلك استخدام طرق حديثة في الري. اهم الطرق اللي توصلت اليها حاليا موجودة هنا في المعمل واجريت عليها الكثير من النظريات والاختبارات، ايه هي يا فندم؟ هو احنا طبعا دلوقتي احنا في الاراضي الجديده احنا بنطبق نظم الري برش والري بالتنقيط. في الاراضي القديمه احنا بصدد فعلا الاشتراك في مشروع قومي للري في مصر، في الاراضي في محافظات الوجه البحري والابلي، وفي يعني محافظتين في الوجه البحري اللي هو كفر الشيخ والبحيره، وثلاث محافظات في الوجه الابلي اللي هو اسيوط وسوهاج وهنا، دي في الاراضي القديمه. دي احنا بنعمل تحسين لطرق الري في الاراضي القديمه اللي بتروي بالري بالغمر عن طريق انشاء تركيب مواسير ومحابس، بحيث ان احنا بنضيف مساحه الرقعه الزراعيه، وبالتالي ونقلل من فواقد المياه في تطبيق نظم الري بالغمر في الاراضي القديمه. تمام. دكتور مجدي، كما حضرتك ذكرت انه افضل طرق ونظم الري هو نظام الري بالرش، لو استعرضنا سريعا كده دكتور مجدي بدايه هذه المرحله من طرق الري بالرش واهم ما توصلت اليه من تكنولوجيا وطرق افضل خاصه في طرق الري بالرش في الاراضي الزراعيه. بداية احنا بدأنا نطبق نظم الري الحديثة من اواخر السبعينات بداية الثمانينات. احنا صلحنا حوالي 2 مليون فدان، منهم حوالي 1.5 مليون فدان بتطبق في نظم الري بالرش المختلفة، وحوالي 500,000 او 600,000 فدان في نظام ري بالتنقيط. اوكي، طبعا احنا كل يوم بنظم الري دي بصفة عامة الحديثة دي بيحصل فيها تجديد وتعديل بالذات في نظم الري بالرش، وبالتالي احنا بنحاول نواكب هذه التعديلات بمواجهه بالدراسه بتسجيل الزملاء هنا معانا في المعهد للابحاث عشان نشوف ايه التعديلات اللي ممكن يعملوها، وده تجارب من اللي انت حضرتك شايفينها هتشوفها قدامكم دلوقتي لمعظم الزملاء اللي عندنا، ان هم بيطبقوها وبيقيموا النظم ديت ومدى ملائمتها للظروف بتاعتنا والارض بتاعتنا. جميل جدا. بما ان حضرتك ذكرت ان هناك الكثير من التجارب، كلمني عن ابرز التجارب اللي هي ما زالت محل بحث واختبار الان، وهذه التجارب ماذا ستسفر في الفتره اللي جايه؟ هو احنا دلوقتي عندنا زملاء هنا مسجلين دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، مطبقين عن تطبيقات مختلفه نظم الري بالرش ونظم الري بالتنقيط، التقييم، التطبيق، الاداره، الصيانه،
مختلف الاي تي اللي هي شغاله في نظم الري، وممكن الزملاء هنا اكيد طبعا نستعرض معاهم ونسالهم هنا يساعدوكم ان هو يعني يقولوا لكم هم بيعملوا ايه ان شاء الله، زي ما انت شايف كده اللي هو التجربه اللي قدام حضرتك. طيب. سريعا كده دكتور مجدي، حضرتك كيف ترى مستقبل نظام الري في مصر هنا، سواء نظام الري بالرش او انواع الري الاخرى؟ والله احنا مجبرين وملزمين ان احنا لازم نطبق نظم ري سواء في الاراضي القديمه او الجديده، عشان لان احنا عددنا بيزيد وفي نفس الوقت الميه عندنا محدوده او ثابته، فبالتالي لازم نقلل على قد ما نقدر من الفواقد اللي بتحصل في الميه، وعليه لازم في الاراضي القديمه لازم نطبق نظم ري تقلل من الفواقد دي، ان احنا على الاقل نقلل نسبه الترع او المسائي الاونيو المسائي، والاراضي الجديده عشان نظره الميه فيها بنقدم نطبق نظم ري حديثه زي الري بالرش والري بالتنقيط. اذا هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا هنا كمصريين في طرق الري، تحديات كثيره جدا خاصه بالموارد المائيه، ده يجب ويتطلب منا نستخدم كافة الآلات والتكنولوجيا الحديثة في توفير كمية المياه، وفي نفس الوقت إعطاء المحصول كمية المياه المناسبة دون إهدار لهذه المياه. في نهاية هذا اللقاء بشكرك جدا دكتور مجدي. شرفتنا وأهلا بحضراتكم، وأي حاجة فنية إحنا تحت أمركم. هو معهد الهندسة الزراعية يعتبر هو معهد يعني انفولفد، وهو يعني مختص بالنواحي الفنية في وزارة الزراعة بالنسبة لي كل مكونات شبكات الري. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا من داخل المعمل القومي لاختبار مكونات شبكات الري، ولقانا دلوقتي مع الدكتور وائل سلطان مدير المعمل. برحب بحضرتك يا دكتور وائل. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بك. اهلا بك يا فندم. بدايه خلينا نتكلم عن اهم نظم وطرق الري الحديثه. هو احسن نظم ري موجوده في مصر هي الري بالرش والري بالتنقيط. واحنا هنا في المعمل ده بنختبر جميع مكونات الشبكات من اول الترمبات اللي هي موجوده ورايا، وبعد كده بنختبر هنا النقطات على الجهاز اللي جنبنا ده، وفي جهاز الرش برضو، وعندنا جهاز اختبار انفجار المواسير او اي مكون مكونات شبكات ري. يعني احنا نظم ري عندنا كلها نظم ضغطيه، فلازم تتحط تحت ستريس معين حسب المواصفات العالميه، فده اساس شغلنا هنا في المعمل القومي. دكتور وائل، واحده كده نتكلم عن اهم يعني فوائد طرق استخدام طرق الري بالرش، اهميه هذه الفوائد واللي يستخدم هذه الطرق، ايه المكاسب اللي بترجع عليه بعد ذلك؟ هي اهم حاجه في استخدام نظم الري الحديثه ان هي بتوفر كميات الميه المستخدمه، بتعمل حسن اداره للميه عشان البناء الارض ما يتبهدلش. احنا التخصص بتاعنا تخصص خدمي، بمعنى ان انا بخدم المحصول وبخدم المزارع يعني، وبخدم الشغال على طبيعه الاراضي، بخدم برضو المرشد الزراعي. فالتخصص الخدمي بتاعي ده لازم يوفر اعلى كفاءه ممكنه من خلال اداره نظام ري جيد. فنظم ري الحديثه كلها هي بتحاول الحصول منها على انتاجيه عاليه جدا، الحفاظ على البناء الارضي، إدارة مياه جيدة، لأن احنا طبعا داخلين في مشكلة ندرة المياه في جمهورية مصر. يمكن ده لب الموضوع، عشان كده احنا بنتكلم النهاردة عن كيفية استخدام أو ترشيد الاستهلاك من استخدام المياه. لو اتكلمنا عن جزئية تانية أو طريقة أخرى من طرق الري، وهي الري بالتنقيط، أهمية هذه الطريقة يا فندم؟ الري بالتنقيط هو ري يعني لا يصلح إلا للمحاصيل اللي هي الخضر أو محاصيل الفاكهة أو بعض أشجار الزينة. هو فكرة الري بالتنقيط انه بيدي كميات محددة على فترات طويلة، يعني الساعة ممكن تدينا 4 لتر، ممكن تدي 8 لتر، ممكن يدي 10 لتر 12 لتر، حسب ما انا بظبط السيستم اللي انا شغله او حسب ما انا صممت. الهدف منه ان انا بدي كمية المية اللي بيحتاجها المجموع الجذري الخاص بالنبات. اما الري بس الغمر اللي هو النظام القديم، فده نظام ري الفلاد اللي هو بيغرق الارض كلها، فكان بيبقى فيه اسراف، وفي ان نسبه التلف من النباتات كانت بتبقى عاليه جدا مقارنه بالتكاليف الانشائيه بتاع الري بالرش الري بالتنقيط. بالنسبه للري السطحي تكاليف بسيطه جدا، انما هي العائد منها او المردود الاقتصادي عالي جدا. تمام. ايضا عايز برضه اتكلم عن باقي الطرق الخاصه بالري. عندنا في نظام الري بالرش، الري بالرش ده اما للمحاصيل الحقليه او بيستخدم في المسطحات الخضراء زي البوب اب،
او زي السنتر بيفوت او السايد رول، كلها دي نظم ري بالرش بتعمل فيها محاكاه للمطر. بس هو مشكله اداره النظام الري بالرش ان هو لازم الاداره الجيده امتى شغله، لازم ما يشتغلش الري بالرش في حاله وجود رياح، ما يشتغلش في ساعات الظهيره عشان البخر النتهي بيبقى عالي جدا. تمام. طيب دكتور، حضرتك تعلم ان يعني اهم الاضرار اللي بيسببها الري بالغمر، ويمكن كثير بيستخدم هذا الموضوع للاسف او هذه الطريقه من طرق الري. لو حضرتك تنصح اخواننا المزارعين اللي هم يعني بيشوفونا دلوقتي وعندهم الطرق السلبيه في الري وهي الري بالغمر، تنصحهم بايه ويستخدموا الطرق الحديثه اللي من خلالها بنقدر نقضي على اهدار المياه؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا بهذا الشان، وتحتم علينا كما ذكرت في بدايه الحلقه ان احنا نرشد استخدام هذا المياه. تنصحهم تقول لهم ازاي يستخدموا الانواع الجديده من طرق الري اللي بتوفر لنا طبعا كميات كبيره من المياه المهدره؟ هو في البادئ ذي بدء هو لازم عشان يستخدم نظم ري حديثه لازم يحدد نوع المحصول، ولازم يجيب لنا تحليل كيميائي كامل للتربه، وتحليل برضه كيميائي للميه. بناء عليه ببتدي اقول له انهي نظام ري مناسب لي، هل التنقيط هيبقى مناسب لطبيعه ارضه، هل الري بالرش، وانهي نوع ري بالرش، هل الامباكت ولا هل الروتر ولا هل الجن او البيفوت، حسب المساحه اللي عنده، حسب طبيعه الارض والميه بتاعتها. بس هو عموما هو الري الحديث عموما سواء تنقيط او رش هو هيوفر لاي فلاح اذا تم ادارته باداره جيده كميات كبيره جدا من الميه، وهيزود له العائد الاقتصادي من المحصول بتاعه. اذا قبل ما يستخدم اي طريقه خاصه بطرق الري لابد ان يحدد المحصول وطريقه الارض بتاعته او نوع الارض بتاعته زي ما حضرتك ذكرت دكتور. خلينا نتكلم برضو عن هذه النظم، هل هذه النظم مكلفه ام يعني في المتداول ممكن يعني مجموعه من المزارعين يشتركوا مع بعض ويستخدموا هذه الطريقه؟ هي على المدى الطويل هي مش مكلفه. انما في التكاليف المبدئيه لا هي مكلفه. انما على المدى الطويل لا مش مكلفه، لانك انت بتبتدي تخصم اللي انت صرفته من الاول على مدى دوره الدوره الزراعيه، سواء الدوره الزراعيه السنويه او الدوره الزراعيه على عمر النبات عموما. فلو محاصيل الفاكهه مثلا، انا عندي النبات ممكن يقعد 10 15 سنه في الارض، فلو قسمت التكاليف اللي انا صرفتها على 15 سنه هتبقى في الاخر صفر. تمام. طيب حضرتك يعني شايف الدور الذي يجب ان تقوم بها الدوله لتعميم هذه الطرق الخاصه بالري الحديثه اللي توفر لنا طبعا كميات كبيره من المياه، ازاي ممكن الدوله تقوم بهذا الدور وايضا يدعمها ايضا المزارعين؟ هو احنا طبيعه شغلنا هنا في مركز البحوث احنا جهه بحثيه ارشاديه اكتر منها جهه تطبيقيه. احنا المفروض ان احنا هنا بندرب، وفعلا بندرب طلبه الجامعه كلهم اللي هم خريجين جامعات عين شمس والقاهره، وحتى بيجي لنا جامعات وافدين من الخرطوم. تمام. ومن اليمن ومن بعض الدول العربيه زي الخليج، دول الخليج بالذات يعني، ومن السودان والصومال. بيجي لنا مزارعين في مشاكل ما بالذات مشاكل انسداد النقطات وانسداد الرشاشات، فبنعمل لهم ازاي، بنعمل لهم محاكاه للمشكله اللي عندهم ونديهم فعلا الحل البسيط. بنعمل سيمينارات هنا توعيه كتير، بنحاول ان احنا لان في قاعده عند الفلاح موجوده من زمان، حتى الانجليز هم خدوها من الفلاحين، حاجه اسمها لازم تشوف عشان تصدق، او سينز بليفن زي ما بيقولها الانجليز. لازم هم يشوف ان احنا بنعمل ايه عشان يصدق الفعل، فبيجي يتفرج هنا على الشغل، بناخده بنعمل له عقول ارشاديه في الخارج. وفي الاخر الحمد لله بيستجيبوا ويسمعوا النصائح ومجهودات جميله جدا. طيب من خلال كلام حضرتك والتجارب اللي يعني بيتم اجراءها هنا في المعمل، هل ده ممكن خلينا نامل ان في الفتره اللي جايه نشهد طرق احدث من ما هي الان لاستخدام نظم الري الحديثه؟ احنا حاليا في عندنا في المعمل هنا النهارده في تجربه لمحاكاه حاجه اسمها الفلوبي، ده نظام ري بالرش. نعم. احنا بنعمل مقارنه بنظام الري التقليدي اللي الفلاح واخد عليه اللي هو بيسموه الامباكت، اللي هو او بالبلدي العصفوره يعني. فده ان شاء الله هتصوروه النهارده، وده اللي احنا بنحاول نعمل له موديفيكيشن او تطوير او اعاده نشر بين الفلاحين، لانه يخدم المحاصيل الحقليه بطريقه عاليه جدا، كفاءته عاليه. يعني حضرتك هيتعرض طبعا على الشاشه دلوقتي ويلقي لنا الضوء ودينا يعني صوره اكبر عن الموضوع ده. الفلوبي ده جهاز يعني زي رش، يعتبر ري بالرش عادي جدا، بيشتغل على ضغوط التشغيل العاديه. تمام. بيدي انتظاميه عاليه جدا، لان هو زي ما قلت لحضرتك في الاول الري بالرش هو محاكاه للمطر. فهو بيدي انتظاميه على مسطح كبير جدا، قطره تقريبا في حدود 35 متر.
بيحصل فيه تجانس في نمو النباتات. اذا قارنته بالعصفوره او اللي هو الامباكت ده، لان الامباكت احيانا بيتاثر بطريقتها، وانما القطرات بتاعه الفلوبي بتكون اقصر دقه، ومعدل الترسيب فيها بيكون اعلى من الامباكت. طيب نصيحه اخيره يعني تنصح بها اخوان المشاهدين في استخدام الطرق الحديثه في الري، وحضرتك يعني استفدنا في الحوار معاك عن اهميه هذه الطرق، تقول لهم يا فندم قبل ما يجرب اي نظام ري لازم يبقى عنده تاريخ جيد جدا عن طبيعه الارض، طبيعه الميه، لان الاثنين في الاخر بيتم خدمتهم للحصول على محصول جيد. وزي ما قلت في الاول ان نظام الري الحديث عموما هو نظام خدمي بيخدم المحصول والارض والمناخ للوصول الى منتج جيد عالي الجوده. وفي الاخر برضو احنا هدفنا كله هي اداره ميه جيده عشان نحافظ على كل قطره ماء بطريقه جيده. استخدام النظم والطرق الحديثة في الري من أهم العوامل التي ترتكز عليها منظومة الارتقاء بقطاع الزراعة هنا في مصر. كلنا نعلم هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذا القطاع، من أجل ذلك لابد من أن يكون هناك وقفة من خلال هذا البرنامج نستطيع من خلالها أن نستعرض لحضرتكم أهم الآلات والتكنولوجيا الحديثة التي تستطيع أن تنهض بهذا القطاع العريق، خاصة أن لدينا الكثير من الموارد الزراعية. مشاهدينا أتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت إعجاب حضرتكم، نراكم إن شاء الله في حلقة قديمة وتكنولوجيا حديثة. خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.